هل هي نهى أبو يوسف أم يوسف العزوزي؟ نقول ألف ألف مبروك للذي حافظ على صدارة، يوسف العزوزي من المغرب. يوسف نجم الموسم 11 من برنامج نجوم العلوم، ألف مبروك يا يوسف وألف مبروك لأهل المغرب. إذن في المركز الثاني حلت نهى أبو يوسف، وبالمركز الثالث استقر عبد الرحمن خميس من قطر. ألف مبروك لهم جميعا، موسم قادم بالانتظار، والاشتراك يستدعي منكم فقط الدخول على موقع البرنامج starsofscience.com. أما الآن استودعكم الله مع هذه الفرحة، ونترمى على الحب، التقينا على الود، دائما نلتقي، تصبحون على ألف خير.